بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. وصلنا إلى كتاب الهبة، به نستعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين: كتاب الهبة هي تمليك عين بلا عوض. العارية كانت تمليك منفعة، وأنا نتكلم عن تمليك العين، والبيع قلنا تمليك عين، لكن تمليك عين بعوض، هنا تمليك عين بلا عوض. جميل، هذا تعريف لها. الآن يقول كألفاظ، ما هي ألفاظه؟ يقول: وتصح بوهبته، وهبتك الكتاب، وهبتك الحقيبة، نحلته أو نحلته، أعطيتك، أطعمتك هذا الطعام، لأن الإطعام أكل العين، وبالتالي لا يكون على العارية. طبعا هذه كلها ألفاظ عرفية، يمكن يكون عندنا ألفاظ أخرى. فإن الإطعام إذا نسب إلى الطعام كان هبة، وإذا نسب إلى الأرض كان عارية، لأن الأرض لا تطعم، وبالتالي يطعم ناتجها. وكيف يطعم ناتجها؟ بأن تكون لك منفعة الأرض. وجعلت هذا لك، أيضا لفظ جديد. وأعمرتك، الآن أعمرتك وجعلته لك عمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا فهي للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده. يعني هذه شقة لي أنا، قلت أعمرتكها، جعلتها لك عمري، قلت هكذا. الآن لفظ الحديث ماذا يقول؟ يعني الظاهر أنا قال أعمرتك، جعلتها لك عمري، يعني الظاهر كأنني أعرتك إياها طوال حياتي، لأن عمري. قال أعمرتكها أو جعلته لك عمري، ففي شرط أنها تبقى إلى نهاية عمري فقط. لكن انظروا الحديث: من أعمر عمرا فهي للمعمر له حال حياته، فهي لك في حال حياتك، هذا اللفظ الأول. لاحظ بعد يقول: ولورثته من بعد موته. فإذا لا تكون محمولة فقط على حال الحياة، وإنما على التمليك مطلقا، فهمناها؟ بخلاف ما إذا قال: داري لك عمري سكنة، فإن قوله سكنة يجعله عارية. الآن ضافت كلمة سكنة، نقلها من هبة إلى إيش؟ عارية. مجرد عارية لا تنتقل. الآن سيأتينا أظن لفظ آخر، ووقتها نناقش الفرق بين اللفظين. الآن بس ابتداء: جعلتها لك عمري، جعلتها لك عمري، يعني كأن اللفظ ينبئ على أنها لك طوال عمري أنا، يعني أنت تستفيد منها طوال عمري. لكن نجد هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل هذا لتمليك، تمليك دائم، وليس مقتصر على المعمر، على عمر المعمر أو المعطي.
طيب نريد أن نقف معها. حتى انظروا في الأسفل لو رأيتم أربعة، أي لورثة المعمر له من بعد المعمر له، يعني يثبت به الهبة ويبطل ما اقتضاه الشرط من إيش؟ من الرجوع. يعني ما دخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ ولماذا إذا كان اللفظ ظاهرا يدل على أنني أعطيتك إياها في حياتي، فلماذا يصبح إعطاء مطلق؟ نحن لسنا في عبادة حتى نقول أن هذا الشيء يعني موقوف وبالتالي هو هكذا جاء في الشرع. لا، نحن لسنا في عبادة، نحن في معاملة، ونحن مع ألفاظ، وهذه الألفاظ تنبع عن معاني. فأنا عندما تلفظت بهذا اللفظ لم أرد أن أملكك إلى الأبد، وإنما أردت أن أملكك فقط في إيش؟ في حال حياتي. فهمتم كلامي؟ فلماذا أصبحت تمليكا مطلقا؟ انظروا بعدها عندما قال في الشرح: داري لك عمري سكنة، يعني ما في مشكلة، جعلناها عارية في هذه اللحظة. لا خلص، جعلناها عارية في هذه اللحظة. فهمتم كلامي؟ فهمتم الفكرة التي طرحتها؟ ما رأيكم؟ لما حكى سكنة منفعة، أما لما حكى داري أعمرتك داري ما طيرت طول العمر، يعني البيت نفسه مش المنفعة اللي يسكن فيها. هاي فرق كلامكم صح؟ العاري المنفعة. فهمتم كلامي؟ يعني هاي الأشياء ليست أمور نقول فيها نص وما فيها نص، أشياء عرفية يعني. وترجع، يفترض ترجع، فليش ما ترجع؟ ليش ما ترجع؟ فاهمين كلامي؟ الآن بدي إياكم تفتحوا صفحة 273 لو سمحتم، يعني في آخر في آخر آخر الهبة، قبل نهاية الهبة يعني أسطر قليلة. أريد أن نشرحها حتى يعني لا يبقى هنا، نحن فقط أخذنا اللفظ، بس هنا المسألة التي هناك لفظا هي مذكورة هنا حقيقة نفسها، بس هنا فصلها. فاهمينها؟ قبل نهاية الهبة يعني 7 أسطر 8 أسطر فقط. ماذا يقول؟ وجاز العمر للمعمر له حال حياته ولورثته بعده. رأيتم؟ وجاز العمر، إذا قلت عمره بتكون له حال حياته ولورثته، وهي جعل داره له مدة عمره، فإذا مات ترد عليه. أي العمر جعل الدار له مدة عمره. لاحظوا، مش جعل سكن الدار، ركزوا معي، جعل الدار يعني أنا ملكتك العين، والعين عندما تملك كالبيع، ينفع أن أبيعك الهاتف أسبوع أو شهر؟ إذا وضعت هذا الشرط يكون هذا الشرط فاسد، يفسد. قال وهو التمليك يكون مؤبد، ما في تمليك مؤقت، المنفعة تكون مؤقتة. هل التمليك يكون مؤقت؟ فهمت كلامي؟ التمليك لا يكون مؤقت، التمليك يكون إيش؟ مؤبد، هكذا الأصل. قال مدة مع شرط أن المعمر له إذا مات، أنا المعمر له، لا المعمر له الشخص الآخر، ترد على الواهب. فهذا الشرط باطل كما جاء في الحديث. الآن الحديث أبطل،
ليش؟ من وين جاء الإبطال فيه؟ لأنه هو ملك، فسار ظاهر هذا اللفظ مناقض لأصل العقد. فهمناها؟ يعني صار في الكلام الذي تكلمه يوجد تناقض. قاله أنا ملكتك هبة، جيد؟ ثم كلمة العمر تفيد أنه عارية أو أنه يرد. طب التمليك للعين يقتضي، قال لك، لك يعني أنا ملكتك، فصار هذا الشرط منافي لأصل العقد الذي عقدوا أنه وهب. فهمناها؟ فلذلك ألغي هذا الشرط، ألغي، الغاء حصل من التناقض. فهمناها؟ بينما عندما قال داري لك عمري سكنة أصبح صار المقصود أنه ليس تمليك عين وإنما تمليك إيش؟ منفعة، لم تعد مشكلة. أما هناك تمليك عين، وتمليك العين هل فيه تأقيد؟ ما فيه تأقيد. فهمنا؟ للتناقض. قال انظر، فهذا الشرط باطل كما جاء الحديث. بس نكمل بعده حتى ننتهي من هذه المسألة. وبطل الرقبة، الرقبة بطلت، وهي إن مت قبلك فهو لك. الرقبة اسم من الرقوب، وهو الانتظار، فكأنه ينتظر أن يموت المالك، وهي باطلة عند أبي حنيفة ومحمد، لأنه تعليق التمليك بخطر. وعند أبي يوسف، دعنا من قول أبي يوسف هنا، ما معناها الرقبة؟ لاحظوا، داري لك إن مت قبلك، وإن مت بعدك فهي لي. فهمناها؟ داري لك إن مت قبلك، هي الرقبة، داري لك إن مت قبلك، بس إن ما متت قبلك فهي إيش؟ لي. فصار كأنني أقول لك بعتك الدار إن جئت من السفر، بعتك الدار إن نجحت. فهمناها؟ بعت هكذا. وهل يجوز تعليق التمليكات على الشرط؟ لا. فإذا قال هذا الثاني وبطل الرقبة، أصلا ما في إشي، لا نعتبر أي عقد، لأنه معلق تمليك على إيش؟ على شرط. هناك لا، هناك قال داري لك عمري، هو ملكه الدار ثم أضاف الشرط مدة عمري، وهذا شرط ينافي أصل العقد، فماذا فعلنا به؟ ألغينا. فهمتوها؟ طيب نرجع له. وحملتك على هذه الدابة بنيتها. يلا، شو معنى حملتك على هذه الدابة بنيتها؟ حملتك على هذه الدابة بنيتها، حملتك على هذه الدابة بنيتها. يا رب ترزقنا الصدق. حملتك على هذه الدابة بنيتها، هذا كناية وليس صريح، وبالتالي إذا نوى فيه، إذا نوى فيه إيش؟ الهبة كان هبة، وإذا نوى فيه العارية كان إيش؟ عارية. حملتك على هذه الدابة، فلو نوى به الهبة تصبح الدابة له، بس ممكن حملتك على هذه الدابة فقط إيش؟ أنا ملكتك منفعتها، صح؟ طيب، وكسوتك هذا الثوب، وداري لك هبة تسكنها، فإن
قوله تسكنها ليس تمييزا بل هو مشهورة، يعني بقول له أنا وهبتك هيبة لك، بس يا عمي وأنصحك أن تسكنها. فهمناها. وفي هبة سكنى، أي داري لك هبة سكنى، فقوله سكنى تمييز فيكون تفسيرا لما قبله فيكون إيش؟ عارية. إذا قال داري لك هبة سكنى هذا فقط عارية، بس قبل أقل هبة تسكنها أو سكنى هبة، أي داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى إيش؟ هبة، أي ما هو. إذن آخر صورتين حملت على ماذا؟ على أنها إيش؟ عارية. حملت على ماذا؟ على أنها إيش؟ عارية. قال أو نحل سكنى، النحل اسم من النحلة أي الإعطاء، تقديره نحلتها نحلة، صح؟ ثم قوله سكنى تمييز، يعني النحلة من مرت معنا ما هي؟ الهبة، فأعطيتك إياها عطية سكنى. عارية فقط. طيب يا رب. أو سكنى صدقة، أي داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى إيش؟ صدقة. أو صدقة عارية، أي داري لك صدقة حال كونها بطريق العارية، فعارية تمييز فهم منه المنفي، أو عارية هبة، عارية هبة، يعني هي لك عارية هبة مجانا يعني. فقط. الآن عارية، هاي عارية لو سمحتم، مش قال وفي هبة سكنى أو سكنى هبة أو نحلة سكنى، آخر شيء الجواب لكل هذا إيش هو؟ عارية. يعني كل الصور السابقة هاي ماذا تكون؟ أي داري لك بطريق العارية حال كونها هبة، فلما قال عارية فهم منها المنفى، فمعناه حال كون المنافع موهوبة لك. طيب يلا، وتتم بالقبض الكامل، من يشرحها؟ وتتم بالقبض الكامل، ما هي التي تتم بالقبض الكامل؟ يا شيخ الهبة. ما معنى تتم بالقبض الكامل؟ صح معنى شو معنى تتم بالقبض الكامل؟ كيف مش عارف إذا ما هي من مسألة القدوري. الهبة، أنا قلت لك وهبتك التليفون، لازم أخذ، هل بمجرد قلت وهبتك التليفون صار لك؟ لا، مجرد القبض لابد يكون قبض. أيوة، فالهبة لأنه ما فيها عوض تكون عقد ضعيف. لو قلت لك بعتك الهاتف وأنت قلت نعم قبلته، تملكه بمجرد إيش؟ بمجرد اللفظ. ليش؟ لا جابوا ليش؟ ليش؟ لأنه العقد قوي فيه عوض، بينما الهبة ضعيفة فاحتاج بعدها إلى ماذا؟ لذلك قال وتتم بالقبض الكامل، خلاص؟ أي تتم الهبة بالقبض الكامل الممكن في الموهوب له، فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه وفي العقار ما يناسبه، فقبض مفتاح الدار قبض لها. الدار هل ستحملها في حقيبة؟ يعني الدار كيف تقبضها؟ بأن تقبض المفتاح، خلاص، هذا هو القبض الكامل. جميل. والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة، يعني هذه الكراسة وهبتك نصفها، لابد إيش تكون إيش؟ مقسومة، إن لم تكن مقسومة لا يصلح، حتى يقع القبض على الموهوب له بطريق الأصالة من غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكل. وفيما لا يحتمل القسمة
شيء لا يحتمل القسمة بتبعية الكل. مين يشرح هذه؟ يلا يلا مشايخنا. في عندنا هنا قال قبض كامل في الدار المفتاح، ثم انتقل إلى شيء يقسم وشيء لا يقسم. الشيء المقصود الذي يقبل قسمة لا يصح القبض فيه إلا بعد قسمته. الشيء الذي يقسم لا يصح القبض فيه، لأن نريد قبض كامل، في الذي يقسم القبض الكامل بأن يكون مفصولا وأنا أستطيع أن يدخل تحت تصرفي، صح؟ بينما لو وهبتك نصف كمبيوتر، أنا عندي كمبيوتر فقلت وهبتك نصفه، هل يمكن قسمته؟ لا يمكن. فالآن صار القبض الكامل فيه كيف؟ بأن يكون قبض يعني تبعي وليس قبض حقيقي، صح؟ لأنه هو لا يقسم. فأنا أراد من هذا الكلام أنه كل شيء نسعى إلى أن نحصل القبض بأكمل ما يكون. فإن كان يقسم يمكن أن يتحقق القبض بماذا؟ يمكن أن يتحقق القبض بماذا؟ ساعدني. يمكن أن يتحقق القبض بماذا؟ بالقسمة. بس بدون قسمة لن يكون قبضا كاملا. بس إذا لا يقسم ما في حل، فنقبل القبض التبعي. فهمناها؟ الله. قال فتصح إن قبض في مجلسها بلا إذن. يلا يا شيخ لنهاية الفصل بظن أني أشغل معه. شو معناها فتصح إن قبض في مجلسها بلا إذن؟ وجدت المكان ولا لسه ما وجدتوش؟ ما شاء الله. طيب يلا احنا في الشرح، فيش في المتن، دير بالك في الأسفل في الشرح. ما معنى فتصح إن قبض في مجلسها بلا إذن؟ أنا قلت لك وهبتك الهاتف، أنت الآن تستطيع تمد يدك وتأخذ الهاتف بدون تستأذنني، لأن قولي لك وهبتك الهاتف يتضمن الإذن. خلصنا؟ إلا إذا أنت أردت أن تمد يدك طول ما قلت لك لا لا أريد، هذا موضوع آخر. بس ابتداء يجوز لك أن تقبض في المجلس بلا إذن. لكن إذا انتهى المجلس وجئت في الغد لازم تستأذني قبل إيش؟ القبض. قال أي إذا قبض في مجلس الهبة بلا إذن كان قبضا، لأن الهبة دليل الإذن، وبعد انقضاء مجلس الإذن، لحظة انقضاء مجلس الإذن، كلام جدا جميل، انقضاء مجلس إيش؟ إذن، لابد أن يأذن الواهب صريحا. يعني نحتاج الآن إذن صريح إذا في كان في مجلس آخر، كمشاع لا يقسم. متعلق بقوله فتصح، المراد به أنه إذا قسم لا يبقى منفعة كالرحى والحمام والبيت الصغير، لا فيما يقسم، أي لا يصح الهبة في مشاع لو قسم يبقى منفعة عندنا. الآن الكلام الأول انتهينا منه، إيش معنى كمشاع لا يقسم لا فيما يقسم؟ مين يعرفها؟ ترى هاي قبل شيء شرحناها، ما في شيء جديد نهائي. مش قبل قليل قلنا قبض الكامل، والقبض الكامل إذا كان يقسم لابد أن يقسم حتى يحصل، وإذا كان شيء لا يقسم يكفي فيه القسم. فهنا يقول انظروا هنا ماذا يقول، انظر تحت، ليس من شأنها أن يقسم بمعنى لا يبقى منفعة بعد القسم أصلا كذاب، ولا يبقى منفعة من جنس الانتفاع. يعني يشرح لنا، يعني أعطانا مثال الرحى، أعطانا مثال الحمام، البيت الصغير، هذا الشيء الهاتف الآن لو قسمناه ماذا يحصل فيه؟ لا تبقى له منفعة، فهذا لا يقسم، فالرحى وهذه الأشياء. فأعطانا أمثلة لذلك، فيقول هنا فتصح إن قبض في مجلسها بلا إذن أو بعده بإذن
كمشاع لا يقسم، هذا تصح فيه صح؟ لا فيما لا يقسم لا تصح إلا إذا، لا فيما يقسم الذي يقسم لا تصح الهبة فيه إلا بعد إيش؟ قسمته. هذه وهذا الخلاف مبني على اشتراط القبض، وهو يقول الشافعي المشاع محل للقبض كما في البيع عند الشافعي، يعني المشاع، ونحن نقول القبض منصوص عليه هنا فلا بد من كماله. يعني هو بس يناقش مع الشافعي، الشافعي يقول حتى فيما لا فيما يقسم يصح، فهمنا؟ نحن نقول لا يصح. ليش؟ بقول يا عم البيع انت جوزتوه، ولو كان مشاع يصح. قلنا لنا هنا قلنا هنا ايش؟ القبض مقصود ومنصوص لا بد منه، لان يعني هنا العقد ضعيف. اما البيع لا، القبض لا يشترط فيه صح، لانه هو فقط ايش؟ من اثاره. هنا انظر، قال ولا فرق عندنا بين ان يهب من الشريك او من اجنبي. ما معناها ان يهب من الشريك او من ايش؟ من أجنبي. من يشرحها؟ أنا أهب من الشريك، ما معنى أهب من الشريك؟ الآن أنا أملك نصف هذه الكراسي ونصفها لمقصد، فأنا وهبت نصفي لمقصد، فاهمينها؟ بس ما زال كراسي وكراسي مقصد إيش؟ مختلطات، فبيقول لابد أن أقسم، فهمناها؟ يعني حتى لو وهبت من شريكي أو وهبت من مين؟ من أجنبي. هو يقول ولا فرق عندنا بين أن يهب من الشريك أو من أجنبي، والمفسد هو الشيوع المقارن. يعني في النصيبي هل هو متميز؟ لا، هو إيش؟ شائع. للشيوع الطارئ، كما إذا وهب ثم رجع في البعض الشائع، أو استحق البعض الشائع، بخلاف الرهن فإن الشيوع الطارئ فيه مفسد. مالكم يا أنتم مش مفطرين أو أنا مش مفطر، مش عارف، ولا كلنا مش مفطرين؟ أنا أفطرت والله. شو دخل الخبر زي في الدرس يا زلمه؟ بعدين معك يا زلمه. ضارب بن ناصر. شو؟ ضارب بن ناصر والله. والله هي مضروبه على طول يا شيخي. شايف الشيطان كيف متلبس للانسان. نسأل الله العفو والعافيه. طيب. الان بدنا نشرح فكره جديده بطرحها. بيحكينا يا عمي في عندنا شيوع طارئ وشيوع أصلي. اللي مزعج في شغلنا هذا هو أصلا أنا بس عقدت العقد كان شائع، يعني موجود أصلا، أنا سواء لشريكي أو لأجنبي إيش نصيبي ماله؟ مختلط شائع، فهذا الذي يفسد. هذا هناك شيوع طارئ بعد ما عقدت العقد كان منفصل مش شائع، وأنا عقدت ووهبت كل شيء 100%، بعدها لاحظوا ماذا قال؟ صار إيش؟ شيوع طارئ. أعطانا هو مثال، قال كما إذا وهب ثم رجع في البعض. مش أنا يجوز أن أرجع في الهبة؟ فأنا هاي الكراسي كلها إلي، فعندما وهبتك ما كان شائع، بعد ما وهبتك قلت لك أنا بدي أرجع بعشرين كرسي، بس هذا صار شيوع إيش؟ طارئ. هل هذا يضر؟ لا يضر. واحد، أو استحق البعض، أنا وهبتك على أن كل الكراسي إلي، ثم بعد ما وهبتك تبين في عشرين كرسي إيش؟ مش إلي، للشخص الثالث جاء وأخذها، هذا شيوع إيش سمناه؟ طارئ. خلصنا؟
يقول بخلاف الرهن الآن، الرهن يضره الشيوع إيش؟ الطارق بضر. بينما الهبة يضرها، الهبة يضرها أي شيوع؟ الأصلي. ليش؟ لأنه بمنع القبض الكامل. جميل. قال فإذا قسم وسلم، شو معناها؟ أنا جيت لمقصد، هذه الكراسي كلها إلي، أو نصفها إلي ونصف لشيء آخر، شخص آخر، فوهبته، وهبته شيء شائع. عند العقد كان شائع، بس بعديها بساعة ساعتين شو عملت؟ قسمت وأعطيته. صح. يعني المهم عندنا في وقت العقد ولا عند التسليم أن يزول الشيوع؟ عند التسليم. احفظوها. أي إن وهب النصف المشاع ثم قسم وسلم صح، لأن تمامها بالقبض عندنا وعند العقد، وعند القبض لا شيوع. فإذا وهب دقيقا في بر أو دهنا في سمسم لا، وإن طحن أو أخر وسلم، من يشرحها؟ يلا يا عمر، وين عمر؟ هو موجود في الخان؟ موجود هناك؟ لا لا. ايش يا شيخ عمر؟ شو لازم نجعل الدروس لكم بعد الفجر؟ دكتور بعد الفجر بننام ساعة عشان نطلع الجنة. الله يهدينا ربنا يا رب الهداية. طيب خلينا نساعد الشيخ عمر. بدك تساعده؟ تفضل. ليش ما زبطت يا مهند؟ شو صورة المسألة أول شيء؟ لأنه اختلط الدور، لا يمكن قصده. لا يمكن. مين يحكي ليش؟ ليش ما صح هبة الدقيق؟ وهبة الدهن في السمسم؟ لا، أنه معدوم. معدوم. حكاها معدوم وحكاها؟ آه. أنه غير موجود. حتى لو فيما بعد راح طحن، لأنه ابتداء قبل قليل قلنا لو عقد على شائع ثم قسم صحة، تذكرون؟ بس هو شيء موجود. الآن لا، هو ابتداء عقد على شيء ايش؟ معدوم، فلم يصح العقد اصلا. فبعد قليل ولو طحن واخرج الزيت، هو ما في عقد، العقد بس انعقد، ما كان الشيء ايش؟ موجود. هاي معناها. وكذا السمن في اللبن. السمن في اللبن ايش هي؟ مين بعرف؟ نحن في الاردن شو بنسميها؟ منسف. السمن في اللبن، الزبدة، مش أول ما الزبدة أول بس يعملوا كده كده قديما، الآن بيعملوا هيك كأنه بخرج من اللبن زبدة، مع تحريك بخرج زبدة. بعدها نحن في مرحلة ثانية بيعملوها سمنة، صح؟ سمنة. طيب مش موضوعنا الآن. بقول وكذا السمن في اللبن، الآن ابتداء ما في إشي، بس مع العمل يخرج، فهمناها؟ فهم بس الآن هو معدوم، فهمنا فهمينها؟ إنما لا يجوز لأن الموهوب معدوم وقت الهبة بخلاف المشاع. المشاع موجود، موجود بس بدنا نقسم. وهبة لبن في ضرع وصوف على ظهر غنم وزرع ونخل في إيش؟ في أرض، وتمر في نخيل كالمشاع. أي لا يجوز هذه النبات، لكن انفصلت هذه الأشياء في ملك الواهب وقبضت صح. طيب نرجع، لاحظوا اللبن في الضرع ما اعتبرناه معدوم، موجود لكن بده إيش؟ إخراج. بعدها قال صوف على ظهر الغنم، نفس الشيء، هو كل المشكلة فيه إنه مشاع،
صح؟ الزرع والنخل في الأرض متصل بملك غيره، يحتاج فصل. وتمر في نخيل نفس الشيء، يعني شيء متصل بشيء آخر، متصل بملك غيره. فالآن أول ما يعقده فاسد، بس إذا فصله انقلب صحيح. فهمنا ابتداء لا يصح، لكن يقبل التصحيح. هذاك في البيع، هذاك في البيع. المسألة اللي بتحكيها في البيع غيرها. سلكت؟ طيب. وتم هبة ما مع الموهوب له بلا قبض ايش؟ جديد. يلا يا شيخ، شو الاسم؟ شو اسمه؟ يلا يا شيخ محمد. هاي تعرف تقرأ؟ وتم هبة ما مع الموهوب له بلا قبض جديد. ايش معناها؟ وتم هبة، امسك التليفون، امسك التليفون. الآن التليفون في يدك، أنا الآن وهبتك إياه، وهبتك إياه. لاحظ، شيء في يدك وتم هبة ما مع الموهوب بلا قبض جديد. فبمجرد الآن قلت لك وهبتك، صار لك بدون حاجة إلى إيش؟ طبعا لا يصح هذا، أنه مشي لي يعني. فهمتها؟ سلكت يا شيخ محمد؟ ما شاء الله، تصير فقيه غصب عنا. ننساب يا محمد، زي اللي عنده هذا. شدوا برخي. طيب، بلا قبض جديد. يلا اللي جنبه، شو اسمك؟ ايش هالقصة؟ كلكم محمد زي ما غيره. اللهم صل على سيدنا رسول الله. وما وهب لطفله بالعقل، دبرها. اول شو صورتها؟ ايش صورتها؟ شو معنى طفله؟ طفلك الصغير. شو معنى الطفل؟ مش الابن. الصغير. صغير. عندك واحد صغير. كيف وهب لطفل صغير بالعقل؟ دبرها. لازم يكتب؟ أنا بتوقع طباعة لازم يكون. مين يعرفها؟ ها شيخ عمر، بسم الله، مالكم اليوم؟ في شيء مش ماشي يعني؟ لا مش مجرد اللفظ، واللفظ ايش؟ مش عقد يا شيخ ابو محمد؟ شو يعني؟ يعني دكتور، الله، قبل مثلا ابوه بالعقل، ما هو طفل، مش شرط يكون القبول منه، ممكن من ابوه، ممكن من وليه، من وصيه، قبل الإبن. لا، إنه أطلق هيك، صح؟ نحن عمال نناقش يا مشايخي، عمال نناقش بدنا قبض. الشيخ قبل شوي بس كانت الموهوب له أصلاً في إيده قبل ما أوهبه، تم بمجرد إيش؟ قبض. بلا قبض، بمجرد العقد. صح؟ هو تم ما بلا قبض، صح؟ صحيح؟ تم مجرد حكيت له وهبتك، صح، بس هو لابد يوافق، صح؟ متفقين عليه هاي، تم، صح؟ معطل. الآن طفل الصغير أنا عادة أقبض عنه، يعني لو واحد وهبه مين بقبض؟ أنا أقبض. فإذا أنا وهبته يدي تقوم مقام يده، فمش بحاجة أقول تعالي يا ابن أحطه بإيدك، فيكون قبضي وجوده في يدي كقبضي. فبالتالي شو صار في القبض؟ سقط. فهمنا؟ فهمينها؟ لأن أنا أصلا لو أحد وهبه أنا أقبض، فإذا وهبته خلص، ولو كان في يدي يعتبر في إيش؟ في يده. الآن طبعا مفروغ منه أنه لا نحتاج إلى قبول بالنسبة له، وأن قولي وهبتك يقوم مقام الإجابة والقبول، مفروغ منه. وبالتالي فهمتوها؟ فبالتالي يريد أن يقول لنا مع صغيري، مع طفلي،
يتم بمجرد العقد بدون أن نحتاج إلى قبض، لأن وجوده في يدي يعد قبضا. الله، أعطوني علامتين. مالكم عشان الامتحان؟ والله لازم أجيب لكم عصتين. عصتين ولا علامتين؟ طب اصحوا معي، مش قادر امشي، بدي امشي دوم، المفروض 6 صفحات لحد الان في الصفحه الثانيه. لا لسه، شفت انت بعثت لكم الخطه الصبح، انا شفت بدي اظل شو بطين الله. بلشنا في فلسفات. وما وهب لطفله بالعقد، خلاص فهمناها، يعني بيتم بالعقد. اه شيخ فهمتها، سلكت ما شاء الله. وما وهب أجنبي له بقبضه عاقلا. الآن أجنبي وهب لمين؟ للصغير، لابني الصغير. يصح هبة الأجنبي له بقبض ابني إن كان ابني إيش؟ عاقل. تزبط. أو قبض أبيه. سهلة. أو قبض مين؟ جده. أو قبض وصي أحدهما. هو دائما المسؤول عن الأموال 6 أشخاص، ما في غيرهم. المسؤول عن الأموال 6 أشخاص لا سابع لهم. من يحكي لي إياهم؟ الأب وصي الأب، الجد وصي الجد، القاضي وصي القاضي، هم الذين يتصرفون في مال الصغير فقط، ليس شخص آخر. الأب ابتداء بدون توصية أحد بيطلع. الأب بيستطيع يضع وصي له على ابنه، فاهمينها؟ ممكن يضع الأخ، الأم، الأخت، أي واحد. إذا الأب مش موجود مباشرة يصبح الوصي مين؟ تلقائي. مين بيصبح؟ الجد. الجد بيستطيع أيضا يضع أي شخص محله. إذا ما فيش أب ولا جد بتنتقل لأن مين؟ للقاضي، والقاضي يجعل من يشاء. فستة، أب ووصي جد ووصي قاضي ووصي. فيقول أب جد وصي أحدهما، فيها إشي؟ خلصنا؟ أو أم هو معها. الأم الأصل مشايخي ما لها دخل بالمال. الأم لا تكون وصية أبدا إلا إذا الأب أعطاها الوصاية، الجد أعطاها الوصاية، القاضي أعطاها الوصاية. فقط تكون ابتداء تكون من حق 3، الجد والأب والقاضي بس. الآخرين كلهم بيكونوا أوصياء بالتوصية، فاهمينها؟ فالأم الآن ما بتكون وصية، الأم مربية. لكن القبض للهبة، القبض للهبة ليس بحث مالي بقدر ما هو بحث تربوي أيضا. كيف بحث تربوي؟ لأنه مجرد نفقة على الصغير، فهمناها؟ وليست إيش؟ تجارة وإدارة التجارة. لا يعني انت عادة شو بتهبه؟ تهبه اشي بسيط. فعندما تهبه شيء بسيط، شيء يأكله، شيء يشربه، شيء يلبسه، فهمناها؟ فصار الموضوع مش موضوع إدارة مالية. الإدارة المالية قلنا لمين؟ للحكناهم، صح؟ فبالتالي أو أم هو معها، صار الأم الآن ولو كان شيء مالي بس هو مال زهيد، مالي من أجل أن يعيش، فهمناها؟ فبالتالي يصح قبض الأم له، فهمناها؟ الآن راح تأخذ مثلا 50 دينار تشتري له ملابس، فهمناها؟ يعني مش إذا بعديها أجنبي، حتى الأجنبي، طب الأجنبي ما بصير يكون وصي إلا إذا يعني أعطي الوصال. نعم، إلا إذا وافق. بس الآن هي صار البحث إيش؟ ابنه. لا، البحث هنا بحث تربية، يعني هو أصلا وصي أجنبي يربيه هو معه. فبالتالي أنا عندي فقراء أو لا، يعني أبناء مثلا مش يعني أيتام أربيهم، كفلانهم. شخص بقول لي تفضل خذ لك هي 50 دينار لهم، فأنا مش راح أفتح لهم شركة فيها ولا تجارة، أنا راح يعني إيش أشتري لهم طعام وشراب وأكل. فيصح القبض. فهمتم ليش صح القبض؟ الأصل القبض فقط للوصي، ووصي للأب والجد والقاضي ووصيهم، بس صح الأم والأجنبي لأنها فقط شيء متعلق بالتربية. طيب خلصنا. أو زوجها، أو زوجها، هنا زوجها صارت،
لها بعد الزفاف. هاي بدي حلها بدي أعطيه علامتين. الله. زوجي لها بعد الزفاف يعني إلها ولد من زوجها الأول. عايش مع أمه اللي تزوج. الزوج الثالث. الثاني فبجوز لزوجها اللي عايش مع الولد وهو يمكن. طيب القصة اللي طلعتها محمد مش عارف البطل مات ولا ما ماتش. هذه صغيرة. مش يجوز العقد على الصغيرة؟ الصغيرة الآن وعقدنا عليها صار عندها زوج فتصح قبض زوجها أعمى. شو؟ ماشي بعد الزفاف تزعلش. هي سهلة بس انتم بتخطرش ببالك عشان هيك يعني. هم هي بديهي يعني الجوازة بفضعنا ليش يعني حطوا المحكمة؟ وست ليش حطناها؟ لأنه المال ما بتصرف إلا اللي فيه الأب والجد والمين والقاضي أو وصيهم. فكيف تعطي حق للأم تقبض مال؟ كيف تعطي حق لأجنبي تقبض مال؟ كيف تعطي حق للزوج؟ فقلنا هنا دفع المال ليس إدارة وتنمية وإنما من باب إيش؟ يعني العناية بها والحفاظ عليه فصار شيء زهيد. فدخلوا فهمناها فذكرهم فهمتيها؟ أو أي زوج الطفل الموهوب لها لأجلها لكن متى؟ بعد الزفاف. سلكت؟ مشايخنا نمشي؟ سألت الحمد لله. وصح هبة اثنين دار الواحد. يعني أنا عندي دار شو عملت؟ رحت وهبت لمين؟ دار الواحد لأن الكل يقع في يده بلا شيء وعكسه لا. أي هبة واحد أنا عكست ترى. صح هبة اثنين لواحد. اثنين وهبون الدار. وهبون الدار هذه تصح لأن ما فيها شيوع. يعني اثنين يملكون التليفون وهبوا إلي. ففي النتيجة أنا الآن أصبح التليفون لي من زيد وعمر بس في شيوع؟ ما في شيوع. الآن لا هبة واحد لاثنين لأنه راح يكون لهذا نصف وهذا نصف وهذا شيوع ولا غير شيوع؟ وبنفع في الشيوع؟ لا بنفعش. طبعا نرجع لفكرة انه هل هو يقبل القسمة او لا يقبل ايش القسمة على التفصيل. وعكس اي هبة واحد اثنين دارا لا تصح عند ابي حنيفة وعندما تصح لان التمليك واحد فلا شيء عند الصاحب المشوها. وكذا اذا رهن من رجلين وله ان هذه هبة النصف من كل واحد فيثبت الشيوع بخلاف الرهن لانه محبوس بدين كل واحد بكماله. يعني هاي افترقت المسألة عن مين؟ عن الرهن. عند ابي حنيفة الرهن لاثنين يجوز او لا يجوز؟ يجوز. بينما هبة الاثنين لا يجوز. فهمناها الصورة؟ كتصدق عشرة على غنيين وصح على فقيرين. يلا يا مهند بدي اعطيك علامتين عليها بس جاوبني بسرعة بدون تقرأ لي اياها. راحت نص علامة، راحت علامة، راحت علامة نص، راحت علامتين. يلا وين محمد مختار؟ موجود؟ مش موجود؟ سبب الشيوع دكتور عارفين؟ تصدق اشرح لكم اياه. على 10 اشخاص غائبين. غائبين؟ طب خليهم حاضرين يا ابن الحلال. ما شاء الله ما شاء الله غائبين. وين دكتور انتم لما احد ماسك طلب بالخيط وتفلت وعلى كيف؟ لا انا ما لو المسر طرف خيط بكمل له بس هو مش ماسك. لا لانه غلط بحكي. لو 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 صاد بكمل له بس هو هو راح يسلف لي في الشرق والغرب. صلوا على رسول الله. الصدقه تعطى لله وبالتالي وان اعطيتها لمئة لا يضرني لان انت واضع في يد الله. فهمتها؟ بس أنا عندما أعطي لأغنياء أنا معطي لبشر حقيقة. فهمناها؟ فصار شيوع. فهمناها؟ فهمناها الفكرة؟ لذلك قال تصدق تصدق عشرة على عشرة دراهم على مين؟ على غنيين وصح على فقيرين.
10 درهم على غنيين يجوز على أساس لا تصح. ليش؟ لأنه شائعة لمين؟ في شيوع. بينما لو لفقيرين يجوز لأنك تكون معطي لمين؟ لله. فهمناها؟ ترى كل نقاشنا على القبض الكامل والناقص كلها التفريعات شفتوها. قال أي إذا تصدق بعشرة على غنيين لا يصح عند أبي حنيفة، وكذا إذا وهب لهما للشيوع وعندهما تصح الهبة لأنه لا شيوع عندهما كما في هبة واحد دارا من اثنين. هاي مرة يعني خلاف بين أبي حنيفة. وكذا تصح الصدقة لأن الصدقة على الغنيين يراد بها الهبة مجازا والهبة جائزة. ولو تصدق بعشرة على فقه، هذا كله قبل قليل السطرين نقاش مع الصاحبين ما بدي أدخل معكم فيه. لا بعده، ولو تصدق بعشرة على فقيرين أو وهب عشرة لهما جاز بالاتفاق. انسوا قول الصاحب ما بدي أشوشكم فيه، لأن الصدقة يراد بها وجه إيش؟ وجه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير فلا شيوع، وأما الهبة على فقير فهي صدقة والصدقة جائزة. صح؟ فكذا مين الهبة. فهمناها؟ بس البحث بحث ايش؟ شيوع وعدم شيوع. مع الفقراء ما في شيوع، مع الأغنياء كان ايش مشايخنا؟ كان في شيوع. فهمتوها؟ فهمناها. الآن بس سمحوني قبل ما تقوم، بس بدنا ننهي موضوع مين؟ يا رب تغفر لنا وتوب علينا يا رب. الآن عند الصاحبين السطرين اللي تركناهم، عند الصاحبين ماذا قالوا؟ قال وعندهما تصح الهبة، لأن عند الصاحبين قبل قليل، حتى قبل قليل في الهبة مش صح الهبة لاثنين. فهنا يقول وهنا نفس الشيء، يعني في الدراهم نفس الشيء، لأنه لا شيوع عندهم كما في هبة واحد دارا من مين؟ من اثنين. وكذا تصح الصدقة لأن الصدقة على الغنيين يراد بها إيش؟ الهبة. فعامله معاملة الهبة فنفس الشيء. وسبحان الله، فأصلا المسألة كلها يقول فيها ماذا؟ حتى لو قابل شيء. يعني مثلا أنا أعطيت بيت لشخصين وهذا إيش قابل للتقسيم؟ القابل للقسم هو في المشكلة، اللي مش قابل للقسم ما في مشكلة. فهمتها؟ لأنه القابل للقسم لابد أني أقسم، اللي غير قابل للقسم وصلى الله على سيدنا رسول الله.